وضعك في الصورة غايتنا. التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في الرباط، وبحث الجانبان التحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومواجهة الدول لتحديات الإرهاب والجماعات المتطرفة. ووقع الجانبان اتفاقية تعاون أمني معربين عن ترحيبهما بفرص تعميق العلاقات بين إسرائيل والمغرب في أعقاب اتفاقات إبراهيم. أول اتفاق تعاون عسكري بين المغرب وإسرائيل منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين عام 2020، وتوفر هذه الاتفاقية إطار للعلاقات الأمنية بين البلدين، وستسمح أيضا حسب ما جاء في مضمونها ببدء تعاون رسمي بين البلدين في مجال الصناعات والمبيعات العسكرية. وقعنا اتفاقية إطار للتعاون الأمني من جميع النواحي مع دولة المغرب، وهذا أمر مهم للغاية، سيسمح لنا بتبادل الآراء والسماح بمشاريع مشتركة والسماح للصادرات الإسرائيلية للوصول إلى هنا. أعتقد أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل يجب أن تستمر وأن تستمر في التطور والتوسع، وأنا سعيد لدورنا في هذا الأمر. اتفاقية التعاون العسكري التي وقعها بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره المغربي عبد اللطيف ستشمل أيضا تنظيم التعاون الاستخباراتي والتدريب المشترك. المغرب في حاجة إلى تعزيز تعاوناته الأمنية والعسكرية على شاكلة الاتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتجه في هذا الإطار مع إسرائيل من أجل تنويع قدراته الأمنية والعسكرية وخاصة في الجانب اللوجستي وكذلك في الجانب المتعلق بصناعة الأسلحة التي تتناسب ومواجهة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء. زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الرباط أثارت عددا من المواقف داخل الشارع بين مؤيد ورافض. أنا تنشوفها أنها خطوة إيجابية، للسبب الأول أن كما قلت لك أنها غادي تبدل النظرة العالمية تجاه المغرب، وأنها ستشكل واحد نقطة ارتكاز لتقوية الأمن الداخلي في المغرب وكذلك الأمن مع الحدود الخارجية ديال المغرب. أنا أعتقد بأن المغرب غادي يستافد عسكريا وأمنيا في المستقبل. مع إسرائيل ما نتفقش نهائيا، يعني واخا أي حاجة مهمة تقول لي على زعما تشوف في الاقتصاد ديال البلاد ولا شي حاجة ما نتفقش. الجانبان المغربي والإسرائيلي اتفقا خلال زيارة غانتس إلى الرباط على مواصلة التعاون في المجالات الحيوية وتوطيد العلاقات الثنائية. إن كان التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل بداية إقامة علاقات أمنية مستقبلية بين البلدين، فإن هذا التعاون ستؤسس له لجنة مشتركة تم التوافق على إنشائها لاحقاً. عبد الحليم بقالي، حرة، الرباط. لمناقشة هذا الموضوع معنا من الرباط الدكتور عبد الفتاح نعوم، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية. دكتور مساء الخير، أهلا بك. في البداية البعض يقول أنه هناك في البداية كانت هناك من المغرب ربما صياغة أخرى ورؤية مغايرة لما يحدث الآن، باعتبار أن التطبيع تم لدواع ثقافية ما بين البلدين، الآن تعدى الأمر إلى اتفاقات أمنية. ما هو تفسيركم لما يحدث؟ أهلا وسهلا. أنا لا أعتقد أنه هناك تناقض بين مستويات التعاون ومواضيع التعاون باعتبارها قضايا أساسية في العلاقات بين الدول، حينما تكون العلاقات بينها آخذة لمسار قانوني واتفاقي بين دولتين معينتين. ما دامت، أنا قلت هذا منذ البداية، ما دامت العلاقات قد عادت بين المغرب واستؤنفت في سياق جيوسياسي، سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد أو نمو مناخ السلام والحوار والتفاوض من أجل حل المشكلات العالقة، فبطبيعة الحال هذه العلاقات مرشحة لكل المستويات، مرشحة لكل آفاق التعاون بجميع مواضيعها ومن ضمنها التعاون العسكري. أنا الذي يلفت انتباهي في هذا الموضوع هو أنه هناك وجهة نظر يحاول أن يسوق لها يعني خصوم المغرب، وخصوصا على مستوى يعني شمال إفريقيا، وتحديدا أتكلم عن الجزائر وعن بوليزاريو، يحاولون أن يسوقوا لهذه العلاقات مع يعني المغرب على المستوى العسكري بين المغرب وإسرائيل باعتبارها تمثل يعني ارتباطا بهم
أو ارتباط بالخلافات يعني التي تصنعها الجزائر من خلال تصعيدها الأخير في علاقتها بالمغرب، في حين أنه الآن هناك مواضيع ملحة على المستوى الأمني، تحديدا الموضوع الإرهاب وموضوع التهديدات الإرهابية الموجودة في الساحل والصحراء والتي هي تهم العالم كله. ثم أيضا هناك موضوع جديد يتعلق بالوظائف الجديدة للجيوش في هذه الحالة، رأينا ذلك مع ظروف كورونا ومع في هذه الحالة نتساءل عن نوع هذه الاتفاقيات وأهميتها وحاجة المغرب لها. والمغرب في الحقيقة يعني حاجته لأي تعاون مع أي دولة في العالم هو هي حاجة تقوم على منطق الاعتماد المتبادل الذي هو مبدأ العلاقات الدولية. يعني لا توجد أي دولة في هذا العالم يمكنها أن تنجز كل أهدافها الوطنية والخارجية دون تعاون مع دول أخرى. إذن المبدأ الأساسي في القانون الدولي المعاصر وفي العلاقات الدولية هو مبدأ الاعتماد المتبادل والتعاون، لكن المغرب هو يبني علاقاته مع أي دولة أخرى بناء على عناصر قوته، لأنه لا يمكن أن يكون المغرب شريكا موثوقا لأي دولة في العالم، يعني بغض النظر إن كانت إسرائيل أو غير إسرائيل، إن لم تكن لديه ما يكفي من العناصر القوة الوطنية والداخلية التي تجعله يرقى لمرتبة الشريك. ولذلك أعتقد أنه النبرة التي تحاول أن يعني تبخس كل الإنجازات التي ينجزها المغرب الآن في الساحة الدولية، لا على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا بريطانيا ولا العلاقة مع إسرائيل ولا غيرها، لأنه الأمر يتعلق بتكتل يعني جيوسياسي جديد ينشأ في العالم في قلبه ويعني في رأس الرمح منه المغرب. هذا يعني الرؤية التي تحاول أن تسخف من هذا التحول وأن تقلص منه هي في الحقيقة مشكلتها أنها لا تمتلك عناصر القوة التي تجعلها تكون هي محطة للشراكات. دكتور يعني هذه دكتور عبد الفتاح، نعم في هذا الإطار البعض يقول أن هذا التقارب المغربي الإسرائيلي كان أيضا من بين أسباب انزعاج الجزائر وتأزم الوضع بالتالي في المنطقة. برأيك هل نحن نتجه نحو تصعيد آخر باعتبار أنه مثل هذا التقارب سيمنع أيضا أي محاولة للوساطة أو رأب الصدع مع الجزائر؟ في نظري يعني الطريقة التي يتعامل بها المغرب مع كل هذا التصعيد الذي قامت به الجزائر يعطينا خلاصة ناجزة غير قابلة للنقاش، وأن كل هذه الأشياء التي تقوم بها الجزائر تتعلق بها هي يعني شأن داخلي جزائري. لأنه في الحقيقة يعني ما الذي تفعله الجزائر لإسرائيل حتى تعتبر إسرائيل أن الجزائر عدو لها وتأتي للمغرب لتتحالف معه من أجل الإضرار بالجزائر؟ يعني لو قالت هذا الكلام إيران أو قالته سوريا أو قالته أي دولة يعني تسلح حزب الله أو تسلح حماس لفهمنا ذلك. يعني الجزائر لا تفعل شيئا يضر بإسرائيل، لم تفعل شيئا لفلسطين يضر بإسرائيل حتى يعني تعتبرها إسرائيل عدو وتأتي إلى المغرب. بعد يعني هل ستحتاج أنه يعني إذا قلنا نحن إذا كان المغرب المغرب يستقوي بإسرائيل وبأطراف أخرى في المنطقة؟ يعني هو المغرب منذ 1975 إلى 1991 وهو يخوض حربا مع الجزائر ومع بوليزاريو، لم يستقوي بأحد. يعني والمغرب هذه هل هذا التصعيد وهذا الخلاف وليد اليوم وليد اللحظة؟ المغرب منذ 46 سنة وهو يدير نزاعا مفتعلا حول صحرائه، تصرف عليه الجزائر مليارات الدولارات، تمول بوليزاريو، تسلحهم، تدربهم، توفر لهم الغطاء الدبلوماسي في كل دول العالم وفي جميع المحافل الدولية، ومع ذلك المغرب أدار معركته لوحده. يعني الآن ما الذي سجد؟ الآن الجزائر ضعيفة والمغرب هو القوي، هل الآن سيستقوي بإسرائيل؟ هذا كلام لا يقبله عقل في الحقيقة. إلا العلاقة بين المغرب وبين إسرائيل لا علاقة لها بكل هذا السياق. المشكلة هو أن الجزائر تريد أن تلفت الأنظار نحوها لأنها مهمشة في هذا يعني في هذا التشكيل الجديد لخريطة القوى السياسية، هي توجد على الهامش وتحاول أن تلفت الانتباه لنفسها من ناحية، وفي نفس الوقت تحاول أن يعني توجه رسائل إلى محيطها الداخلي أو إلى بنيانها الداخلي ونسيجها الاجتماعي الداخلي، لأنه لا يوجد لديها أجوبة. الحقيقة المشكلة هو أنه الدول حينما لا يكون لديها أجوبة لمجتمعها فيما يتعلق بالصعود أو يعني ارتقاء ما أماكن معينة في صناعة القرار الإقليمي والدولي تتجه إلى رمي الاتهامات وإلى خطاب المظلومية وما إلى ذلك. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الفتاح نعوم، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من الرباط، شكرا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا في فيديو جديد، وديما مغرب.